طالع لك الدم سببش. لا لا شكون خبري ديال هذا لقيتهم مغلغل في الدوزان. كلشي كلشي. قال لي مسافر. كلشي دابا راه ما راضيش. الكشوبة غلا وما كاينينش ديال العربية. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. معنا احد الاباء اولياء امور اللي بيضاوي طالع عليه كذلك الدم بسبب الاثمنة ديال الكشوبة اللي غلاو هذا العام هذا، وبالنسبة للدفاتير اللي تزادوا فيهم بعض الدراهم، وكذلك غير راضي على بعض الكتب اللي ما لقاوهمش الاسرة ديالو باللغة العربية. السلام عليكم خويا. كيفاش كتشوف هاد السنة هادي و درت هو؟ انا شكرا على السؤال اللي طرحتيني عليه على الدخول المدرسي ديال 2022-23. حنا العام اللي جا كيبقى مشكل ديال الكتب من التحضيري حتى الخامس ومن السادس حتى السابع، هادي كاين مشكل. هادي حنا العام اللي جا كنلقاو مشكل في المطابع، فهمتي؟ بحالاش هاد المشكل اللي كتلقاو في المطابع؟ ها دابا ملي كتمشي كتلقى عنده وليد من الخامس حتى السادس، فهمتي؟ من الخامس حتى السادس، فهمتي؟ فهمتي من الخامس حتى السادس دخول المدارس، دخول المدارس هادشي اللي كنطرحوا فيه ديما كنلقاو فيه مشاكل، فهمتي؟ كنلقاو فيه المشاكل كلها، فهمتي؟ واش هاد الوزاره كلها غتبقى بحال هكاك؟ الدوله كتدعمهم وهاد المطابع ضد الدوله. حنا في كاين اتجاه هادشي اللي كنتناقشوا عليه، فهمتي؟ هادشي في كاين خلل. واش كاين في المطابع؟ حنا العام اللي جا كنلقاو الحبوس عامر، كنلقاو المدارس ديال المدينه عامرين اللي كيبيعوا فيهم مكتوبه. واش حنا هذا العام ديما قاعد مقررات مقررات مقررات؟ في كاين خلل. على هذا اللي كيربح، هذا اللي كيربح 20000 ريال 30000 ريال 40000 ريال، شحال كيربح؟ شحال كيربح؟ لا الغني ولا الفقير، شحال كيربح؟ واش حنا فهمتي؟ فهمتي؟ شحال 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 من عام وحنا في هاد السينما، فهمتي؟ حنا شحال هاد شحال من عام شحال من عام وحنا في هاد المشكل، فهمتي؟ حنا نبقاو ديما العام اللي جا. يمكن لك يمكن لك يمكن لك تسمع معايا، فهمتي؟ واخا واخا حنا 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 معانا، حنا كل عام كنلقاو المشاكل. واش هاد المدارس كلها غتبقى فيها هكا؟ كاين الصراع ما بين المدارس ديال الحره والصراع ما بين مدارس ديال الدوله. واش حنا كلنا غنبقاو بحال العام كل عام غنبقاو بحال هكاك؟ فهمتي؟ حنا غادي نبقاو ديما في مشاكل كل عام، كل عام كنلقاو هكاك كلهم، فهمتي؟ فهمتي 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 حنا ديما هاد المشاكل ديال الدخول المدرسي. دخول حنا معانا الخط مباشر معانا، كمل اخويا كمل، فهمتي؟ الخط مباشر معانا فهاد الموقع الالكتروني. الله يسهل سيكو بخير. وكنطمن وزارة التربية الوطنية ومندوبية ديال الجهات ديال التعليم. واش حنا ديما هاد الكاسيطة غتبقى تعاود 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 تعاود؟ راه كاين كل عام كنلقاو مشاكل. الله يسهل سيكو بخير. الدولة كتعطي الفلوس ومطابع كيديروا اللي بغاو. حنا العام اللي جا كيلقاو زدنا الزيادة في الكتوبة، وعطينا تصريح، عطينا اثمنة ديال الكتب. دابا كاين بعض الكتب كتدخل المدرسه كيقول لك استاذ جيب لي كتاب جديد، فهمتي؟ كيقول كل عام جيب لي كتاب جديد، فهمتي؟ العام كل عام كنجيو كتاب. مشاهدي قناة شوف تي في، كيف باش شفتوا معايا الميكرو اللي تخسر لينا الان؟ وهذا السيد هذا خرج لينا على المباشر كيضرب في هذا السيد هذا، لا حول ولا قوة الا بالله. ما عرفناش علاش دار هذا الشيء هذا، هرس لنا الميكرو كيف ما كتشوفوا على المباشر بتحريض من احد الناس اللي في هذه المنطقه هذه. هذا السيد هذا ما عرفناش شنو الصفه ديالو اللي جا تهجم علينا على المباشر، هرس لنا الميكرو ديالنا اللي كنا خدامين به. ما عرفناش هذا السيد لمن كينتمي، وما عرفناش هذه الاوتوريزاسيون اللي تيقول لنا اننا هرس لنا الميكرو على المباشر. وتبعتوا معنا من الاول اننا كان السيد كيهضر معنا وطالع عليه الدم، وهذا السيد ما عرفناش علاش تهجم علينا. وحنا ان شاء الله غادي نتابعوا على هذا التهجم ديالو على المباشر اللي كيف ما قال لنا انه عنده ما عندناش الحق. وحنا كنشوفوا العديد من الدريات والدراري كيمارسوا العديد من الاشياء في هذه المنطقه هذه، وان شاء الله غادي نتابعوك. انا نجي عندك.